شنو سالت الفيزياء الجوهر كتفلج الملاعين؟ لان الكالندريين ما تسمحش. حاولنا نحافظوا على واحد المستشير اللي كان معنا عده سنوات وان شاء الله جدد فينا الثقه، وحنا كنبغيو ان كاع المستشارين اللي معنا ان الثقه اللي كيعطيونا نكونوا حنا في المتناول ونحسن ضمن الجميع. كتعرف ان الاستقرار المادي شيء جميل وشيء ملزم في الفروق الوطنيه. اذا حنا تنبحثوا عليه باش يكون عندنا استقرار مادي صحبات المستشارين ديالنا، وكنشكرهم بهذه المناسبه. الاشياء اللي جعلتنا نجدوا هذا العقد هذا هو ان طبعا نتائج المشرفه اللي وقعت هذه السنوات الاخيره، والثقه اللي عندنا بيناتنا، يعني ثقه بدات من مده طويله، وحنا كنتمناو ان شاء الله يعني ما نغلطوش ونكونوا يعني مسرورين بنتائج المستقبل ان شاء الله. اكيد الثقه كانت يعني عاديه ماشي. Thank you.